والله كلامك صح. كان سافرت جبرت. لا. عطنا دولة السودان وعطيهم قلب السودان. أنا بنمشي مصر دي هنا. ها؟ ها؟ بعجوني للكيلة ده. الله يبارك. ها؟ بوديني القطري كمان عمر البشير بوديني بخمسة مليون. ماشي وجاية. حس عدال ودوني بخمسين مليون يا جماعة. لا إله إلا الله. شوف الفرق وينه؟ يعني زيادة 45 مليون يا جماعة. أيوه. وأنا مريضة. لا حمدوك ده كده كده فهمينا ما قلت كده أسرته من وين واللي حصل عليه شنو بالظبط كده؟ أول حاجة أي أبو ده جدي أنا أخو حبوبتي أي. حبوبتي اسمها بنين بيت حماد حماد ود الزاكي أيوه الزاكي ود دمدوم أيوه ها يلا اسمه رباعي ماشي هناك العمد المتحدة قال عبد الله حمدوك وده جاكم بيت وقال لكم أنا بلدي دي ببات بلد الكركرة كنانة مايته ما يتمشيش عند العبران يا القرد ها وبيوته قضاتي عمر البشير ده شال ال السماعات حقت الحفلات دي شالوا يوديه لهم وانينا بلدنا الدبابات اللي تفضل الله ودلك شال الكهرباء ودا لنا العامه له قتل ابو قتلوا دقه فرر واحد وجرى لابد العزيز الحيله وجرى لا يوسف قوه ده حمدوك قتل ابوه اي والله لا وجرى هنا قالوا خلاص شكرا حمدك وشكرا حمدك وحس حمدك نروح لهم مره واحده قبيلته شنو حمدوك ده؟ جنس شنو؟ كناني كناني ذلك كنا اخواته اثنين واحد وقعت في البير البير وقعت فيها اتوفت مريم ولا مريم؟ اثنين مريم ها؟ منو مريم؟ الماتت دي الماتت بنته دي اخته الماتت دي دي اسمها فاطمه فاطمه بني على حبوبتها ومريم وين؟ مريم دي قاعد واحد في عنده اخته بنت امه بعد ابو مات اي اخته دي ابوها مسيري ودي عرسها جابها الخرطوم هنا قعدها هنا في الخرطوم هسي اخير حمدوك ولا اخير البشير؟ البشير هو قاعد في لب السجن عاسرنه ولا الماتو زي عمر البشير ولا الحيين زي عمر البشير عمر البشير مرق البترول من بليلة يا جماعة جابوا هنا وعرس العمل عري الجماعي وعمر البشير سوى الظلط وسوى الكبارك وسوى أي شيء في الدنيا كان بسرق وسرقان معمر بلده ولا قعد الناس صف عيش ولا قعدتهم صف أنتي ولا قعدتهم صف رغيف والله فعلا ولا شيء والله فعلا قالوا أنا هنا الجيل الراكب راسنا ضحكنا رأس الرقص هسه الرقص منه حتينا النبغ 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 وما لقيناه كنا ها؟ ها؟ الشغل